الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، السيدات والسادة الوزراء، الحضور الكريم، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تشرفت اليوم رفقة أخي الفاضل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة بترأس الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية التي انتهت أشغالها للتو، والتي جرت في جو أخوي متميز طالما تبع اللقاءات الثنائية بين الجزائر ومصر. وبداية أود أن أذكر أن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذاً لتوجيهات قائدي البلدين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة المستاد خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى مصر الشقيقة في يناير الماضي، حيث اتفق على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق بينهما على كافة المستويات، ووجه في هذا السياق بعقد اللجنة العليا المشتركة، كما أكد على الطابع الاستراتيجي والمتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. جدير بالذكر أيضا مجمل التوجيهات التي أسداها قائدي البلدين خلال جانفي الثنائية، والتي يتعين اليوم على حكومتي البلدين تنفيذها من أجل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالتبادلات الاقتصادية والبينية بين البلدين. وقد سمحت المحادثات التي أجرينا سويا خلال هذه الدورة بالوقوف على واقع وآفاق العلاقات الجزائرية المصرية والتأكيد على الإرادة المشتركة التي تحثنا للمضي قدما في تطويرها وتنويعها وتنويع التعاون الثنائي بين البلدين من خلال استكمال المشاريع القائمة واستكشاف آفاق أخرى للشراكة والاستثمار وفق خارطة طريق تحدد أولوياتنا وأهدافنا المشتركة. كما توجت عن أشغال الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية بالتوقيع على 12 اتفاقا ثنائيا في مجالات الصناعة وترقية الاستثمار وتنمية الصادرات ودعم المشاريع والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة وريادة الأعمال والبورصة والموارد المائية والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين الدبلوماسي والبيئة والشباب والرياضة والأوقاف والشؤون الإسلامية، فضلاً عن محضر الدورة الذي يرسم خارطة الطريق للمساعي المشتركة للتعزيز التعاون الثنائي في الفترة المقبلة. كما ستعرف هذه الدورة تنظيم منتدى اقتصادي جزائري مصري يوم غد إن شاء الله، يضم عدداً غير مسبوق من رجال الأعمال الجزائريين والمصريين، والذين ستكون لهم فرصة العمل المشترك على استكشاف فرص التعاون والاستثمار المتاحة في البلدين تعزيزاً للمحتوى الاقتصادي للشراكة الثنائية. وإننا نتطلع وكلنا أمل وثقة بأن هذا الحدث الهام سيشكل وثبة حقيقية في مسار الشراكة الجزائرية المصرية. وختاماً أود أن أجدد الترحيب بأخي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة وبالسيدات والسادة الوزراء والوفد المرافق له مع خالص الشكر لخبراء ووفدي البلدين على ما بذل من مجهودات في سبيل إنجاح هذه الدورة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية، وشكرا لكم على كرم الإصغاء. شكرا معالي الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز الكريم بن عبد الرحمن الوزير الأول لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، معالي السيدات والسادة الوزراء والسيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي في البداية يعني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لأخي العزيز
دولة الوزير الأول لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسناه منذ اللحظة الأولى التي وضعت فيها أقدامنا بلدنا الثاني الجزائر الشقيقة. أعتقد أنه من حسن الطالع أن يتزامن انعقاد هذه الدورة، الدورة الثامنة من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، مع قرب حلول الذكرى 60 للاستقلال بلدنا الثاني الجزائر. واسمحوا لي في هذه المناسبة دولة الوزير الأول أن أنقل لكم ولشعب الجزائر الشقيق تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، وتمنياته لكم جميعا بدوام البناء والتقدم والرخاء. وأعتقد أن اليوم هذه مناسبة سعيدة جدا لنا جميعا لتفعيل والإعادة تفعيل انعقاد هذه اللجنة العليا المشتركة الهامة، حيث كانت آخر مرة لانعقادها كانت عام 2014، وحالة الظروف الاستثنائية التي مرت بها بلدينا والعالم كله لعودة انعقادها. وأعتقد أن اليوم ومناسبة هذه الدورة في ظل الظروف العالمية الراهنة التي واجهها العالم يعني تأتي أهميتها الشديدة من رغبتنا الصادقة والمشتركة لتفعيل ما توافق عليه زعيمي بلدينا في يناير الماضي من ضرورة تعظيم أسر التعاون والروابط بين بلدينا وإعادة بناء كل العلاقات المشتركة بينهما في ظل هذا الزخم العالمي الكبير. وبالتالي يعني شرفنا اليوم بانعقاد الدورة وحضور توقيع العديد من المذكرات التي أشار إليها أخي العزيز، ولكن الأهم ما هو أكدنا عليه من جانبنا للوزراء من الحكومتين بضرورة وضع إطار زمني محدد لتنفيذ هذه المذكرات والاتفاقات التي وقعناها وشهدنا توقيعها اليوم لخدمة بلدينا وشعبينا الشقيقين. والحقيقة أن هذه الاتفاقات هدفها الأساسي هو بناء وتعظيم العلاقات التاريخية التي تربط شعبينا والتي امتزجت دماءً في قضايا التحرير الوطني على مر العصور السابقة. وبالتالي من المهم جدا في خلال الفترة القادمة تعميق روابط الاقتصادية، الاستفادة من القدرات البشرية والإمكانات اللي موجودة في بلدينا. ولعل انعقاد منتدى رجال الأعمال غدا الذي سأشرف بوجودي مع أخي دولة الوزير الأول ونحضره سيكون هو الذراع التنفيذي للعديد من المشروعات المشتركة التي نأمل أن يتم تفعيلها قبل نهاية عام 2022. لأن أعتقد أن إحنا دورنا كحكومات أن نشجع القطاع الخاص في البلدين على الدخول في مجموعة من الاستثمارات المشتركة التي تخدم بلدينا، لأن هذه المرحلة التي يشهدها العالم هي مرحلة مهمة جدا ودقيقة، ومن مصلحة بلدينا التكامل معا ليكون لدينا قاعدة صناعية وإنتاجية مشتركة تخدم المحيط الإقليمي لنا سواء قارة أوروبا أو أفريقيا. وأعتقد وكل ثقة أن بلدينا قادرين على تفعيل هذا الموضوع بكل ما لديهم من إمكانات سواء بشرية أو مادية وإنتاجية. في ختام كلمتي مرة أخرى أخي العزيز الوزير الأول لسيادتكم خالص الشكر والتقدير مرة أخرى على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وأتطلع إلى زيارتكم إن شاء الله لبلدكم الثاني مصر في أقرب فرصة ممكنة، وأن تشهد العلاقات الجزائر ومصر في خلال الفترة القادمة زخما كبيرا طبقا لما أكد عليه فخامة الرئيسين. أشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.